الو، السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام السلام. ورحمة الله وبركاته. عايزة اسأل الدكتور عن حاجة لو سمحت. اتفضلي اتفضلي حبيبي. فندم. ايه يا دكتور؟ اتفضلي فندم. من فضلك، انا جاتلي جلطة من 3 سنين مركز الفراش في المخ. ألف سلامة لحضرتك. الله يخليك. وخفيت منها، وبعدين قالوا لي خدي أدوية. هل أنا أواظب على الأدوية دي لحد الآن؟ أنا في أدوية بطلتها، يعني في دواء بس باستمرار اللي هو بتاع إزالة الدهون ده، ولحد دلوقتي باخد الأدوية بطلتها. أرجع أخدها؟ لا، هو انا هجاوب حضرتك حالا، بس هو انا عايز استوضح من حضرتك، عندك ضغط او سكر؟ آه، كان عندي ضغط. هجاوب حضرتك حالا. طيب، بشكرك جدا انك نجاوب مدام كوثر يا دكتور. الحقيقه هو اي مريض اصيب بالجلطه لازم في حاجتين اساسيين لازم يعملهم فيما يخص الادويه. اول حاجه لازم ياخد دواء سيوله الدم، الادويه بتاعت السيوله اللي هي المضاده للتجلطات، الادويه اللي يفضل طول عمره ياخدها. ده يفضل طول عمره ياخدها طالما جاله جلطه، يفضل طول عمره ياخدها زي الاسبرين. يعني زي الاسبرين، هي بالنسبه لها هي اكيد عارفه انها بتاخد اسبرين، الاسبرين لازم يتاخد مدى الحياه. الحاجه الثانيه في الادويه هي الادويه بتاعت عوامل الخطوره اللي عندي. يعني ايه عوامل الخطوره؟ اي مريض جاله جلطه لازم عنده عوامل خطوره ادت لحدوث الجلطه. عوامل الخطوره دي دايما عندنا خماسي كده المهم جدا: سكر، ضغط، متلازمة الدايرة دي كلها، سكر، ضغط، دهون، سمنة، ونظام غذائي. الحاجات الخمس حاجات دول إذا التزم المريض بتصحيحهم، يعني ياخد دواء الضغط، ياخد دواء السكر، ياخد دواء الدهون، ينزل الوزن، ياكل غذاء صحي. الخمس حاجات دول لو عملهم إلى جانب الأسبرين يبقى هو كده بياخد ماشي في الخط الصح. لو زاد عليها بقى وبدا يبقى في ممارسه الرياضه يبقى يا ريت. يبقى كده. لكن اي ادويه تانية خاصه بما بعد العمليه يا دكتور، هي بتقول هي خلاص ما بقتش تاخد حاجه، ترجع تاخد وتلتزم مع الطبيب؟ لا، لازم. ما ينفعش انها ما تاخدش حاجه، تبطلها من نفسها. يعني ما ينفعش ولا من نفسها ولا باوامر الطبيب. يعني ما ينفعش انها خصوصا السيوله، خصوصا دواء السيوله. دواء السيوله الاسبرين